خلال مباحثات هاتفية، الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي يبحثان القضايا المشتركة والتعاون في قضايا تغير المناخ. العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، وتؤكد خروج دفعات أخرى الأسبوع المقبل. البرلمان اللبناني يفشل مجددا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويحدد الاثنين المقبل موعدا لجلسة جديدة. 9:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك، وذلك بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا، مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره الكوري الجنوبي. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية. وفي ضوء النماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر في العديد من المجالات. وخلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ، خاصة في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. أعلنت لجنة العفو الرئاسي خروج دفعة جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا. وقال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الحولي إن من بين المفرج عنهم العديد من الشباب، مؤكدا أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفارق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة. وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أنه سيتم خروج دفعات للعفو جديدة خلال أسبوع أو الأسبوع القادم، مشيرا إلى تجاوز عدد المفرج عنهم إلى 1000 شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 من إبريل الماضي وحتى الآن. هذا وتواصل لجنة العفو الرئاسي عملها بشأن خروج دفعات عفو جديدة من المحبوسين احتياطيا، وذلك في ظل تنسيق كامل بين جهات الدولة المعنية. وتمثل تلك القرارات نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء وتشكل طريقا مضيئا لنجاح الحوار الوطني. We'll be right back.
أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان حلما منذ سنوات طويلة أصبح حقيقة اليوم. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أكد مدبولي أنه بهذا الافتتاح تكون مصر نفذت الجزء الأصعب في هذا المجال الواعد، ومن ثم ندعو مؤسسات القطاع الخاص للشراكة. وتطرق مدبولي إلى اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من مختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى توجيه الرئيس المستمر للحكومة بأهمية عقد المزيد من اللقاءات والحوارات مع مختلف رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك للتعرف المباشر على ما قد يواجههم من مشكلات أو تحديات. وخلال الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة، كما نوه رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي وجه الدعوة خلال كلمته للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ COP27. وأشار مدبولي إلى انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 يوم الأحد المقبل. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اجتماع عقده لمتابعة جهود توفير الأرز بالسوق المحلية، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز، وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يرافقه عدد كبير من المسؤولين وشركاء التنمية الدوليين، شهد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك بوسط القاهرة كأول منظومة مشاركة لدراجات عامة في مصر تنفرد بها المحافظة. يأتي المشروع تزامنا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، وحرص محافظ القاهرة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة. تضم المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك 250 دراجة موزعة على 26 محطة من إجمالي 500 دراجة للمشروع بالكامل، تخدمهم 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة. تحتفل القوات البحرية بعيدها 55 الذي يوافق يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات الذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. وخلال مؤتمر صحفي بمقر قيادة القوات البحرية، أكد قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية، ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في 6 أكتوبر لعام 1973. لا يقهر أنواء البحر إلا ذو البأس الشديد، ولا يقوى على طغيان الموج إلا من يملكون إرادة من حديد. هم الجحيم الآتي واللهيب العاتي، تلك نيرانهم تدب الرعب في قلوب أعدائهم، ماضيهم وحاضرهم ملاحم من نور في حماية مياه مصر الإقليمية وتأمين السواحل المصرية على طول المحاور والاتجاهات الاستراتيجية. فاستحقوا أن يلقبوا بفرسان البحار. تحتفل القوات البحرية بعيدها 55 والذي يوافق يوم 21 من أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية، حيث أكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية،
ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في 6 أكتوبر عام 1973. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية. إن المجد الذي تحقق يوم 21 من شهر أكتوبر عام 67 كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في 6 أكتوبر عام 73. ولأنه كان يوماً مجيداً فقد اتخذناه عيداً لقواتنا البحرية العريقة، وإنه لمن دواعي الشرف أن يتزامن هذا الاحتفال مع أعياد نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها بتوفيق الله عز وجل وبقوة وعزيمة الرجال. كما أشار إلى أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تبخل بأي جهد في دعم وتطوير قواتنا البحرية. واليوم أصبحنا بفضل الله نمتلك ما لم نكن نمتلكه بالأمس، فالقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تبخل بأي جهد في دعم وتطوير قواتنا البحرية. لقد تم دعم البنية التحتية بتطوير وتحديث وإنشاء العديد من القواعد البحرية بما يتناسب مع المقاييس العالمية في المجال البحري ومطالب العمليات البحرية، بهدف العمل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في آن واحد وبقدرات قتالية عالية، مما جعل القوات البحرية قادرة على تأمين مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي. وفي مجال التسليح تم دعم القوات البحرية بالعديد من الوحدات الحديثة بهدف زيادة قدراتنا القتالية وبما يتناسب مع مطالب تأمين وحماية الثروات البحرية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك تعظيم قدراتنا في مجابهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة. كما أتوجه بالشكر العميق للقيادة السياسية الحكيمة التي أولت اهتماماً كبيراً لبناء قوة بحرية متطورة، كما أن القوات البحرية تتقدم بوافر الشكر والعرفان للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الغير محدود والمتابعة المستمرة وتذليل جميع الصعاب في سبيل وصول القوات البحرية إلى القدرة على تحقيق مهامها في مجال التدريب والتسليح. واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتوجيه التهنئة للضباط وضباط الصف وجنود القوات البحرية بعيدهم المجيد. أما أتوجه لأبناء ضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية بالتهنئة بعيدهم المجيد وكل الشكر على ما يقدموه لوطنهم المفدى من جهد وعرق في سبيل طمأنة شعب مصر العظيم بأن لديه قوات بحرية بها رجال أشداء عيونهم ساهرة تحرس في سبيل الله. وفي يوم عيد قواتنا البحرية المجيد نجدد العهد لله وللوطن على أن نبذل كل جهد للحفاظ على ما نمتلكه من قدرات وأن نستمر في تطويرها وتحديثها بما يضمن الاستعداد الدائم لإنجاز ما نكلف به من مهام في سبيل أمن مصر وحماية مكتسباتها، متوكلين على الله عز وجل ومعتمدين على عزيمة رجال قواتنا البحرية الباسلة. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لغرس روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة، وذلك من خلال إلقاء الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة. تضمنت فعاليات الندوة محاضرة تناولت تفاصيل حرب أكتوبر والتخطيط المتكامل لمعركة النصر، بالإضافة إلى إبراز مدى بسالة وشجاعة الجندي المصري ودوره في تحقيق هذا النصر العظيم. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 203 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 103 أطنان.
وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 100 طن. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 719 قضية، من بينها 70 قضية خبز ناقص الوزن و91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 119 طنا. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار. استمرارا للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تضر بالبيئة وغش مستلزمات الإنتاج الزراعي وجرائم غش السلع بكافة أنواعها، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية والتي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية. فبنطاق مديرية أمن المنوفية أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخله كمية تزن 39 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص للمنظفات المنزلية والمياه الغازية والمنتجات البلاستيكية وخراطيم ري التنقيط للأراضي الزراعية بمضبوطات بلغت 21 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمواد بلاستيكية وطنين ونصف مواد خام منظفات منزلية وأكثر من 25 ألف عبوة مياه غازية و66 ألف متر منتج نهائي لخراطيم الري، جميع المضبوطات مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن الجيزة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركة ومخزن ومحلين للمواد الغذائية والمبيدات والأسمدة الزراعية جميعها بدون ترخيص بداخلها 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وثلاثة أطنان أقطان مجهولة المصدر وستة أطنان أعلاف حيوانية وثلاثة أطنان أسمدة ومخصبات زراعية. ومع استمرار الحملات الأمنية بالجيزة أسفرت نتائجها عن ضبط شركة ومركز للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بداخلهما أكثر من 16 طن أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف حيوانية جميعها بدون ترخيص، وضبط ثلاجة وشركتين للمواد الغذائية بدون ترخيص بداخلهم قرابة 12 طن مواد غذائية. واستمرارا للحملات الأمنية بنطاق مديرية أمن الجيزة أسفرت تلك الحملات عن ضبط محلين وشركة بدون ترخيص للأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية بداخلهم أكثر من 6 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية منتهية الصلاحية. وبنطاق مديرية أمن القليوبية تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بداخلها أكثر من طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط شركتين ومصنعين بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلهم قرابة 4 أطنان مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك. كما شنت الأجهزة الأمنية عدداً من الحملات للتفتيش على المستشفيات بنطاق مديرية أمن الشرقية أسفرت نتائجها عن ضبط مخالفات للاشتراطات البيئية والصحية بمستشفيين، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية وحضانات أطفال بدون ترخيص. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي وذلك في مقر التنسيقية. تناولت الورشة عدة محاور منها مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي. وخلال الجلسة تم مناقشة التعديلات المطلوبة في قانون الإجراءات الجنائية وكيفية ضبط مواده حتى لا تحمل بتأويلات مختلفة.
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 3 جلسات نقاشية بمحافظة الشرقية ضمن فعالياتها لدعم الحوار الوطني تحت عنوان قضايا الحوار الوطني. هذا وعقد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خالد بدوي الجلسات النقاشية بمركز الإبراهيمية بمحافظة ضمن مختلف الفئات العمرية والمهنية. واستهدفت الجلسات الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ضمن قضايا ومحاور الحوار الوطني المطروحة، منها أهمية العمل العام وأهدافه وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27. للمزيد ينضم إلينا من هناك من مدينة السلام مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية أطلعنا على آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام والأمل. نستطيع أن نقول أن هذه المدينة تتأهب بكامل قطاعاتها وأجهزتها لانطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27. لو تحدثنا عن عدد كبير من المشاريع، ما لا يقل عن 30 مشروع هنا في مدينة شرم الشيخ وأكثر للاستعداد لمؤتمر المناخ. لو تحدثنا عن المشاريع الخاصة بالقطاع التحول للمدينة الخضراء أو أيضا مشروعات صديقة للبيئة، تحدثنا أيضا عن مشروعات إنشاء جديدة، مشروعات رفع كفاءة وتطوير العديد والعديد من المشروعات. على رأسها اليوم بدء دخول في نطاق العمل مجموعة من الحافلات البيئية الخاصة بمنظومة النظافة والتجميل، دخلت في نطاق العمل هنا في مدينة شرم الشيخ. هذه الحافلات المزودة بالطاقة النظيفة وأيضا الصديقة للبيئة والخضراء تعمل على فصل المخلفات من منبعها وخاصة المخلفات الصلبة، ونتحدث أيضا عن إعادة التدوير وتحويل هذه النفايات والمخلفات. هذا في قطاع النظافة والتجميل. لكن لو تحدثنا عن قطاع التحول إلى الأخضر أو أيضا التحول إلى مشروعات صديقة للبيئة خاصة بالحافلات، فهناك ما لا يقل عن 260 حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية وأيضا الغاز صديقة للبيئة تجوب في شوارع مدينة شرم الشيخ ودخلت بالفعل في نطاق العمل. ولو تحدثنا أيضا ونحن نتحدث عن الحافلات، هناك ما لا يقل عن 800 تاكسي أخضر بمدينة شرم الشيخ جاهزون للانطلاق في فعاليات مؤتمر المناخ. أيضا ونحن نتحول إلى مدينة خضراء، نتحدث عن تحويل كبير لأكثر من 8 محطات وقود إلى العمل وفقا للوقود النظيف والطاقة النظيفة سواء الكهرباء أو التمويل بالغاز. نتحدث أيضا عن عدد من المشروعات التي تعمل في نطاق تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. هناك أيضا أكبر محطة طاقة شمسية هنا على مساحة 250 ألف متر بمدينة شرم الشيخ، وهي أكبر محطة على مستوى محافظة جنوب سيناء. لو تحدثنا أيضا عن إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ على مساحة 20 ألف متر، هذا المجلس الذي يعد ليكون واجهة كبيرة لمدينة شرم الشيخ. أيضا ونحن نتحدث عن المشروعات الخضراء، هناك أيضا الحديقة المركزية. هذه الحديقة أيضا التي يعني تمتاز بأنها ستكون في استقبال كافة الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ. أيضا ونحن نتحدث عن الحديقة المركزية والحديقة الخضراء، نتحدث عن نتحدث رامي عن مدينة الذي تتحول إلى مدينة خضراء بكافة المقاييس العالمية. يعني حدثني عن الاستعدادات الخاصة أيضا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال الضيوف الذين سيبدأون في التوافد خلال الأيام المقبلة. إذا انتقلنا للحديث عن استقبال الوفود والضيوف وما لا يقل عن 30 ألف مشارك في مؤتمر المناخ COP27، نتحدث عن
تطوير ورفع كفاءة لما لا يقل عن 15 ميدانا، ورفع كفاءة لعدد كبير من المحاور والطرق سواء الجديدة أو القديمة، أيضا البوابات المؤدية إلى المحاور مطار شرم الشيخ، وأيضا البوابات القادمة من مطار شرم الشيخ في استقبال الوفود. هناك العديد والعديد من رفع الكفاءات والمساحات الخضراء والإنارة ووضع اللمسات الأخيرة لهذه البوابات التي سوف تستقبل الوفود. ولو تحدثنا أيضا عن المنطقة الخضراء وأيضا المنطقة الزرقاء، المنطقة الخضراء التي سوف يكون فيها الفعاليات الموازية للفعاليات الرسمية التي سوف تقام في المنطقة الزرقاء هنا في مدينة شرم الشيخ. بالفعل العمل هنا في كافة المنتجعات، أيضا لو تحدثنا عن كافة المنتجعات والمنشآت الفندقية التي سوف تستقبل الوفود والتي استعدت وبالفعل بكافة قطعتها وبكافة أجهزتها استعدت لاستقبال الوفود، وهناك أيضا الجديد هو تحول هذه المنشآت إلى منشآت خضراء. بالفعل عدد كبير من الأماكن الفندقية حصل. إذن الاستعدادات تجري على قدم وساق لديك رامي، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الوافية من شرم الشيخ. كان معنا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفي محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة وتصعيد خطير في حدة وتيرة العنف. وفي بيان لوزارة الخارجية طلبت مصر بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة وتوفير الحماية للمدنيين الذين يتعرضون هم وحياتهم ومقدراتهم للمخاطر. كما حثت مصر القوى الدولية الكبرى وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين بتحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام. أسفرت جلسة مجلس النواب اللبناني الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية عن تعذر انتخاب رئيس لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، وحصل النائب ميشيل معوض على 42 صوتا فيما صوت 55 نائبا بورقة بيضاء، بينما اقترع 28 نائبا لأسماء أخرى. وحدد رئيس مجلس النواب الاثنين المقبل موعدا جديدا لانتخاب رئيس البلاد، وينص الدستور اللبناني على فوز المرشح الذي يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بالمجلس في الجولة الأولى للانتخاب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 55 صوتا. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. أوكرانيا تبدي قلقها من هجوم روسي محتمل انطلاقا من بيلاروسيا. أبدأ الجيش الأوكراني قلقه من خطر متزايد لهجوم روسي جديد انطلاقا من الجارة الشمالية بيلاروسيا التي شكلت أراضيها قواعد خلفية للقوات الروسية لعملياتها العسكرية على أوكرانيا. وصرح المسؤول في هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسي غروموف بأن الخطاب المعادي للقادة العسكريين والسياسيين في روسيا وبيلاروسيا يتصاعد، مؤكدا أن خطر تجدد الهجوم على الجبهة الشمالية من جانب القوات الروسية يتزايد يوما بعد يوم. أكدت روسيا أن الأسلحة المتطورة التي يزود بها الغرب أوكرانيا تشق طريقها إلى السوق السوداء ثم إلى أيدي الجماعات المتطرفة والإجرامية في الشرق الأوسط ووسط إفريقيا وأسيا. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أرسلت ما لا يقل عن 700 نظام مدفعي و80 ألف نظام صاروخي و800 ألف قذيفة مدفعية و90 مليون طلقة ذخيرة،
مؤكدة أن جزءا كبيرا من هذه الأسلحة دخل بالفعل أو سيدخل قريبا السوق السوداء. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تواصلت توجيه الضربات على أهداف عسكرية أوكرانية ومنشآت للطاقة خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش صدت هجوما مضادا شنته القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون التي يقوم فيها حاليا مسؤولون محليون عينتهم روسيا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان منها. أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل برنامج جديد للملاجئ الطارئة والمرافق الشتوية للأوكرانيين المتضررين من العملية العسكرية الروسية. وأعلنت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 175 مليون يورو لدعم من هم في أمس الحاجة إليها في أوكرانيا ومولدوفا. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مفوض إدارة الأزمات بالمفوضية إلى أوكرانيا للمساعدة في تنسيق واحدة من أكثر عمليات الاستجابة للطوارئ شمولا داخل الاتحاد الأوروبي. قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرة عسكرية بريطانية غير مسلحة كانت في مهمة روتينية فوق البحر الأسود في 29 من سبتمبر الماضي. وفي بيان ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني أكد والاس أن بلاده لا تعتبر الحادثة تصعيدا متعمدا من قبل روسيا، مشيرا إلى أن موسكو أعلنت أن الحادثة خطأ تقني. Indeed, even in Ukraine, some of their supply chain was in Ukraine. So we have the ability to refurbish or indeed. أكدت الأمم المتحدة أن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا تؤدي وظيفتها ويتعين أن تمدد قبل انتهاء مدتها الشهر القادم، بينما ترتفع الأسعار بسبب حالة الغموض التي ترخي بظلالها. هذا وتم التوصل لاتفاقية التي أطلق عليها مبادرة حبوب البحر الأسود ومدتها 120 يوما بين موسكو وكييف برعاية الأمم المتحدة، وتنتهي مدتها في 19 من نوفمبر. واعتبر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تمديدها بالغ الأهمية. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أمام مجلس النواب بوندستاج أن تكتيك الأرض المحروقة الروسي يعزز عزم ومثابرة أوكرانيا وشركائها. وأضاف المستشار الألماني في حديثه أمام النواب قبل بدء قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أشار أن المطالبات المالية لكييف تمت تغطيتها حتى نهاية العام. وعن مسألة الغاز أوضح المستشار الألماني أنه لا يمكن أن تعمل آلية وضع سقف لأسعار الغاز المقترحة في الاتحاد الأوروبي إلا مع شركاء من خارج تلك الكتلة. واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار وتراجعت إلى 150 ين أمام العملة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين. وكان الدولار يساوي 149.92 ين بعد تخطيه لفترة وجيزة اعتبت 150 ين، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس عام 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية والأمريكية
النقدية الأمريكية واليابانية، حيث تراجعت العملة اليابانية من المستويات التي سجلتها في فبراير أمام الدولار عند 115 ين تقريبا، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد وشديدة التساهل والتي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. في المغرب، قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار الغذاء. وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار بنسبة 7% على أساس سنوي و8.1% على أساس شهري. ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 2% الشهر الماضي، مشيرا إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار. دعا زعيم المعارضة البريطاني سير كير ستارمر إلى انتخابات فورية، كما دعا أحزاب الخضر والديمقراطية الأحرار والوطنيين والوطني الاسكتلندي لإجراء انتخابات عامة. جاء ذلك بعدما أعلنت ليز تراس بعد مرور 6 أسابيع من رئاستها للوزراء استقالتها من المنصب. وأعلنت تراس عن إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلفا لها من المحافظين. وشددت تراس أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن على ضرورة أن ترتكز الحكومة جهودها على أولوياتها. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the قالت لجنة الانتخابات الماليزية إن ماليزيا ستجري انتخابات عامة في 19 من نوفمبر المقبل. وقال رئيس اللجنة إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في 5 نوفمبر المقبل في انتخابات يأمل الحزب الحاكم في تعزيز قبضته فيها على السلطة. يأمل الحزب الحاكم في ماليزيا تعزيز قبضته على السلطة من خلال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لتحديد أعضاء البرلمان في 19 نوفمبر المقبل. وبحسب رئيس لجنة الانتخابات الماليزية، سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في 5 نوفمبر المقبل. الانتخابات التشريعية في ماليزيا كانت مقررة في سبتمبر، إلا أن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب تعرض لضغوط كبيرة من حزبه المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أملاً في تعزيز غالبيته الضئيلة جدا. ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا. وتأتي الانتخابات في وقت متزامن مع موسم الرياح الموسمية السنوي الذي تسبب بالفعل في حدوث فيضانات في جميع أنحاء ماليزيا، ومن المتوقع أن يؤثر على إقبال الناخبين. ماليزيا تشهد عدم استقرار سياسي متكرر منذ انتخابات عام 2018
التي أوصلت إلى الحكم رئيس الوزراء الإصلاحي مهاتير محمد متغلبا على حزب المنظمة الوطنية الماليزي الذي كان يحكم البلاد منذ أكثر من 60 عاما. أكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية كيم جين بيو أهمية التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي ناتو، وذلك في مواجهة المخاطر العالمية المتزايدة. كما عقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلنطي اجتماعا مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، هذا ويزور وفد للحلف العاصمة سيئول للاجتماع بكبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين. قلص الرئيس البرازيلي المنتهي ولايته جاير بولسونارو الفارق بينه وبين منافسه اليساري الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا بحسب ما أظهره استطلاع للرأي. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد داتا فولا أن الرئيس اليساري الأسبق حصل على 52% من آراء المستطلعين في مقابل 48 للرئيس المنتهية ولايته. قبل أيام من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في البرازيل، أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس والمرشح جاير بولسونارو قلص النقاط بينه وبين الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا. الاستطلاع الذي أجراه معهد داتا فولها أظهر أن الرئيس اليساري الأسبق حصل على 52% من نوايا التصويت مقابل 48% للرئيس المنتهية ولايته. وأجري الاستطلاع الجديد خلال الأيام الثلاثة الماضية على عينة من 2912 ناخبا يتوزعون على 181 مدينة برازيلية، وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين. أما الاستطلاع السابق فمنح الرئيس الأسبق 53% مقابل 47% للرئيس المنتهية ولايته. المرشحان يحاولان اجتذاب الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد قبل انتخابات الدورة الثانية المقررة في 30 من أكتوبر المقبل. وفي الدورة الأولى التي جرت في 2 أكتوبر حل لولا في المرتبة الأولى بحصوله على 48% من الأصوات مقابل 43% حصل عليها بولسونارو. وإثر الدورة الأولى تعرضت معاهد الاستطلاع المختلفة لانتقادات شديدة لأنها لم تتوقع النتيجة الكبيرة التي أحرزها الرئيس المنتهية ولايته، إذ إن معظم الاستطلاعات التي أجرتها منحته يومها 37% من نوايا التصويت بالحد الأقصى. استطلاع الرأي لا يشكل بالضرورة استشرافا للنتيجة، بل يعكس رأي الناخب في اللحظة التي يتم فيها استطلاع الرأي فقط. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابةً لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية، تواصلت مؤسسة حياة كريمة نشر ثقافة العمل التطوعي داخل 24 جامعة حكومية لإشراك الشباب في تنفيذ المبادرة الرئاسية. وبدأت المؤسسة في تنفيذ الزيارات الميدانية لشباب الجامعات لإشراك الشباب في المبادرة الرئاسية، حيث تطوع أكثر من 3000 متطوع من طلبة الجامعات. تأتي خطوة الزيارات الميدانية لشباب الجامعات لمشروعات حياة كريمة على أرض الواقع ضمن الخطوات التنفيذية للعمل على الاستفادة من التخصصات المختلفة من شباب الجامعات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة. نظمت جامعة المنوفية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ندوة توعوية لطلاب الجامعة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح رئيس جامعة المنوفية عادل مبارك أن مبادرة حياة كريمة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، ويتم تقديمها إلى المواطن المصري.
جهزت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة كلمة وطن مشغل لتعليم الفتيات والسيدات فنون الخياطة، وذلك بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وقامت المؤسسة بتوفير كافة مستلزمات المشغل من ماكينات للخياطة والتفصيل والتطريز وغيرها، حيث من المستهدف تخريج أول دفعة من المتدربات خلال 3 أشهر، حيث تكون أول خطوة على طريق النجاح. افتتاح مشغل للمنسوجات اليدويه جزء من انشطه حياه كريمه في منطقه محافظه الجيزه، وطبعا جزء من الانشطه العامه لحياه كريمه في مصر كلها. ده مشاركه من حياه كريمه بتحاول انها تسعى في تنميه المستوى الاقتصادي للاسره المصريه، وده يعتبر اضافه للوضع المعيشي للاسره المصريه. هنا في تدريب بيتم لسيدات الاسره المصريه على الشغل اليدوي. كورس مكثف لمده 3 شهور، بنبدا من الالف للياء. التدريب نعرف الناس على امكانيات المكن، انواع المكن الموجوده، المكنات اللي هيشتغل عليها. بعد كده نبتدي نتعرف على انواع الخامات اللي هنشتغلها. نبتدي بعد كده التدريب العملي. المشروع بيبدا مراحل، من مرحله لمرحله، ثم بعد كده ننتقل من مكنه للثانيه. خلال 3 شهور بيكون عندي متدرب وصل لمرحله الاحترافيه، بيعرف يقفل حته كامله. في نهايه المشروع ان شاء الله في برنامج احنا عاملينه هنوفر شغل للناس. هنبتدي نعمل معرض وحفله تخرج للمجموعه اللي معانا. احنا كل 3 شهور عندنا 50 متدرب، ده باذن الله كده ان شاء الله يعني يكون عندنا 50 متدرب بالفعل، نقدر نطلع كوادر تقدر تشتغل وتفيد نفسها وتفيد البلد، نوفر فرص عمل للناس، وهنفضل برضو معاهم، مش هنسيبهم بعد ما يتخرجوا. نظمت جامعة طنطا قافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واللجنة الطبية العليا والاستغاثة بمجلس الوزراء في قرية ميت حواي بمركز الصنطة. ووقعت القافلة الكشف الطبي على 1282 مواطنا مع صرف العلاج لهم بالمجان وتحويل 66 حالة إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج. كما شهدت القافلة زراعة 50 شجرة مثمرة في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ومحو أمية 30 مواطنا. نظم المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر العلمي السنوي 14 تحت شعار الطب بلا حدود، وذلك بهدف التوسع في تبادل الخبرات بين الأطباء بتخصص طب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار إن فعاليات المؤتمر تقام على مدار 3 أيام متتالية، حيث تشمل عقد دورات وورش عمل للعلاج التداخلي للأمراض أو لأمراض الجهاز الهضمي والكبد. المؤتمر طبعا ده 14، هو بينظم بانتظام من 14 سنة، وده دايما بيبقى في ملتقى للعلماء في هذا المجال سواء من داخل مصر أو خارجها. الهدف الأساسي منه هو التبادل الخبرات والمعلومات وتحديث البروتوكولات والمعلومات اللي موجودة لدى أطباء الكبد والجهاز الهضمي فيما يخص زراعة الكبد والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي. والحقيقة أنه هو بيتميز السنة دي بأنه المشاركات من كل الجهات سواء كانت دولية أو مصرية، جامعات وأجنبية ومصرية، وبالتالي فإنه معدل تبادل الخبرات بين الحاضرين أو بين المحاضرين والأطباء المشاركين في المؤتمر بيكون عالي، وبالتالي الاستفادة في تحسين خدمة وتقديم خدمة أفضل للأطباء بعد كده بيكون أعلى كتير. احنا دايما بنحرص ان احنا دايما في جلسات المؤتمر ان بقى عندنا ورش عمل قوية بتغطي جوانب أو أمراض الجهاز الهضمي سواء التشخيص أو العلاج، وفي نفس الوقت بيبقى في جلسات علمية على مدار يومين بتغطي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالكامل، وخاصة الجديد فيها وطرق العلاج الجديدة سواء أورام الكبد أو أمراض القولون المناعية والفيروسات الكبدية وإزاي نقدر نتعامل معها. والآن وقفة اقتصادية من نشرة 9. بقى من الأخبار الاقتصادية وأخبار المال والأعمال بصحبة فاطمة خليل
إليك فاطمة. شكرا محمد عبد، وشكرا أميرة العقدة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الدعم الكامل الذي توليه المنطقة الاقتصادية للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم من أجل توطين الوقود الأخضر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مشاريع إزالة الانبعاثات الكربونية الاستراتيجية بشركة ميرسك كاي فيشنر وممثل مجموعة ميرسك مصر هاني النادي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة ليلى الحارس، ووفد يضم عددا من الخبرات الفنية من الشركتين وحضور ممثلي وزارة الكهرباء وصندوق السيادية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية وسط تداولات متوسطة. ربح رأس المال السوقي نحو 4 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710 مليارات و813 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 75% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 84% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و63 قرشا للشراء و19 جنيه و70 قرشا للبيع. بالنسبة للسعر، اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و23 قرشا للشراء و19 جنيه و32 قرشا للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و10 قروش للشراء و22 جنيه و20 قرشا للبيع. بالنسبة لأسعار العملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي نحو 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1650 دولار للأوقية محليا، سجل عيار 18 نحو 950 جنيه، بالنسبة لعيار 21 سجل نحو 1110 جنيهات وهو الأكثر مبيعا. أما عن عيار 24 وصل سعره إلى 1270 جنيه، بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8810 جنيهات. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط وسط ركود عالمي بأكثر من 2% بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي وضخه في السوق الأمريكي، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط يوميا في البلاد. انخفض خام برنت بنسبة 2.4% ليسجل نحو 93 دولار و17 سنت للبرميل. تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% مسجلا نحو 86 دولارا و84 سنت للبرميل. كما انخفضت اسعار المازوت عالميا بنسبه 3.2% لتصل الى 3 دولارات و5 سنتات لللتر. في المقابل، ارتفعت اسعار الغاز الطبيعي بنسبه 36% لتسجل نحو 6 دولارات و42 سنت لكل مليون وحده حراريه بريطانيه. قال رئيس وزراء لاتفيا إنه لا يوجد حل سحري لأسعار الطاقة المرتفعة، مؤكدا اعتماد تكتل الاتحاد الأوروبي على الواردات من الخارج. أشار رئيس وزراء لاتفيا إلى أن ذلك غير كاف، هو أن المستوى المقبل هو النظر فيما يستطيع الاتحاد عمله ككل، واصفا المقترحات التي قدمتها المفوضات الأوروبية بهدف خفض أسعار الغاز بالأفضل على طاولة المفاوضات في الوقت الحالي. Also in their direction eventually towards NATO. But the war in that Russia is waging in Ukraine is having a negative effect, of course. مشاهدينا، انتهت هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة ومحمد لاستكمال ما تبقى. شكرا لك فاطمة.
تسببت الفيضانات الغزيرة في فنزويلا بمقتل العشرات ونزوح الآلاف وإجلاء الحيوانات الأليفة بعد أن دمرت ولاية أراغوا بوسط البلاد. كما أدت الفيضانات في نيجيريا إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 1,400,000 شخص. الوحل غطى الشوارع والمواطنون حملوا أمتعتهم ورحلوا، والمياه غمرت مناكب المدينة، والأمطار الغزيرة دمرت ولاية أراغوا بوسط فنزويلا، الأمر الذي دفع رجال الإنقاذ إلى إجلاء الحيوانات الأليفة الناجية من منطقة الكارثة، بينما سارت عائلات بأكملها مع كلابها في الشوارع الموحلة لمغادرة المدينة. الولاية التي دمرت الفيضانات كافة أرجائها وانقطع التيار الكهربائي عنها، تسببت الأمطار الغزيرة في مقتل العشرات وتشريد المئات فيها خلال الأسابيع الأخيرة. وفي نيجيريا قد يكون الوضع مشابها تماما عند الذهاب إلى ولاية ريفرز بوابة النفط والغاز في البلاد، فالمياه المتدفقة بسرعة جعلت المواطنين يحملون حقائبهم ممسكين ببعضهم البعض لتجنب الانجراف، والسلطات المحلية دفعت بنحو 30 قاربا لتساعد في نقل الناس إلى مخيمات أقيمت لإيواء 150,000 نازح في المنطقة. الفيضانات في نيجيريا أودت بحياة أكثر من 600 شخص وشردت نحو 1,400,000 وألحقت أضرارا ودمرت 440,000 هكتار من الأراضي الزراعية، الأمر الذي جعل مسؤولي الصحة يحذرون من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الكوليرا المستمرة وتعريض صادرات الغاز الطبيعي للخطر. السلطات ألقت باللوم على هطول الأمطار الغزيرة وتصريف المياه من سد لاكدو في الكاميرون، والخبراء يؤكدون أن الاحتباس الحراري وسوء التخطيط هو ما أدى إلى تفاقم الكارثة. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة مع فاطمة. إليك مرة أخرى. شكرا أميرة، شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا، وهذه الجولة الرياضية. تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية سوبر بلوب المقامة حاليا في السعودية بعد تحقيقه فوزا مثيرا على بنفيكا البرتغالي بطل الدوري الأوروبي بنتيجة 29-28. يتصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق ماجديبورغ الألماني في الدور نصف نهائي السبت المقبل. تعادل غزل المحلة مع مضيف المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب في إطار الجولة الأولى من الدوري الممتاز. تقدم المقاولون في الدقيقة 51 عن طريق فادي فريد، وعدل أحمد الشيخ نتيجة للمحلة في الدقيقة 61 ليحصد كل فريق نقطة في افتتاح مشوارهما بالبطولة. فاز فريق فيوتشر بهدفين دون مقابل على مضيفه حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما على ملعب الماكس بالإسكندرية ضمن مباراة الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وسجل هدفي فيوتشر البديلين عمر السعيد والحاج باري ليحصد فيوتشر أول 3 نقاط له في الدوري، بينما يظل حرس الحدود العائد للمسابقة المحلية بدون رصيد من النقاط. اكتفى فريقا الداخلية وطلاع الجيش بالتعادل بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في ختام الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وسجل الفريقان أول تعادل سلبي في النسخة الجديدة من الدوري، لكنه التعادل الثالث بشكل عام في المسابقة بعد تعادل البنك الأهلي وفاركو وكذلك إمبي وبيراميدز وكلاهما بنتيجة 1-1. ضمن نادي أرسنال الإنجليزي مقعدا في الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي بعد فوزه على ضيفه الهولندي بي اس في ايندهوفن بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بالبطولة. أحرز السويسري جرانيت شاكا الهدف في الدقيقة 71 ليرفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة، في حين تجمد رصيد ايندهوفن عند 7 نقاط في المركز الثاني.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لأميرة محمد لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك. استقبل ميناء سفاجة سفينة سياحية على متنها 2182 سائحا من جنسيات مختلفة و912 فرد طاقم. وتقوم الوفود بزيارة للمناطق السياحية بالأقصر وأسوان، وتغادر صباح الغد متجهة إلى ميناء العقبة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان حالة الطوارئ لكافة الجهات العامة. وعن آخر أخبار الطقس من نشرة التاسعة تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا محمد، شكرا أميرة، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 27 الصغرى 21، الإسكندرية 26 19، مطروح 26 18، بورسعيد 27 21، إسماعيلية 28 18 وجوها مائل للحراره، السويس 27 21، العريش 27 19، طابه 29 21، شرم الشيخ 32 23، الغردقه 30 22 وجوها حار. بالنسبه للاقصر 34 20، اسوان 35 22، الوادي الجديد 32 19، شلاتين 33 24، حلايب 30 24 وجوها ايضا حار. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. بلقطة اليوم نصل لنهاية نشرة التاسعة، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها.
خلال مباحثات هاتفية، الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي يبحثان القضايا المشتركة والتعاون في قضايا تغير المناخ. العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً، وتؤكد خروج دفعات أخرى الأسبوع المقبل. البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويحدد الاثنين المقبل موعداً لجلسة جديدة. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع شفكي المنيري. مساء الخير يا أميرة. مساء الخير يا محمد، أخباركم إيه؟ الحمد لله تمام. يعني أكيد حلقة مميزة جداً، هي نهاية الأسبوع، فإن شاء الله هتكون أكثر تميزاً، وهنسيبها معاكي وهنتابع أكيد. والله يا أميرة هتبقى متميزة بمشاهدينا اللي بيتابعونا. بشكرك جداً يا أميرة، بشكرك يا محمد، وبتمنى لكم دايماً التوفيق ولكل صناع نشرة التاسعة. شكراً لكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ الخميس في التاسعة، تفضلوا.